السلام عليكم اخواني واخواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم راح يكون مختلف على الفيديوهات اللي مال فننشر، لانه راح يكون بصوتي. بين قوسين من اليوم فصاعدا ان شاء الله راح نحاول نخدم فيديوهات نعرف فيهم اما بلباس تقليدي او اكلة تقليدية جزائرية او عادة من عادات وتقاليد الجزائر القارة. لهذا حبيت نعرفكم بنفسي، انا شابة جزائرية من الجزائر العاصمة بالضبط، درست ثانية جامعي، كنت ولا زلت أنشط على الإنستغرام، ننشر أي شيء يخص تراثنا الجزائري، وأحيانا حرب من يريد الاستيلاء على تراثنا. أكيد على بالكم شكون أني نهضر بلغة مبسطة باش يفهموني كامل. المهم بديت سنة 2017 إلى غاية اليوم، كان عندي صفحتين من قبل، صفحتي الأخيرة اللي اسمها الجاريان ديس تلقاوها، دوك نحط الرابط في الوصف إذا حبيتوا تشوفوها وتشرفوني فيها، ما نقولش لا لا. المهم فتحتها في 2018. اللي تابعني في انستغرام يعرف منشوراتي واسلوبي في النشر يعني، وكذلك تواصلت مع بزاف بنات اللي عرفوني على ولاياتهم وعاداتهم، واستفدت منهم وتعرفت على اشياء جديده، وعرفت بهم كل قلبي الكامل الجزائريين والاجانب، لانه عندي متابعين عرب واتراك واسبان حتى باكستانيين. لهذا نحط في منشوراتي على انستغرام، نحط تحت التعريفات بالعربيه ندير لغة إنجليزية. المهم شاركت في عدة حملات على السوشيال ميديا، مثل حملة ألبس جزائري في العيد، والخامس جويلية كن جزائري، وكذلك معا لحماية تراثنا الجزائري، والأخيرة كانت الجزائر القارة الثقافية اللي نعرفوا فيها بكل شيء يخص الجزائر. المهم كذلك هذا كان فيديو اليوم، لنشكر كل من شجعوني وطلبوا مني أني نفتح الصفحة في اليوتيوب، ما خذلونيش، فتحت الصفحة منذ شهر وأربعة أيام بالضبط، والحمد لله تفاعل رهيب. ما كنتش متخيلة هذه الكمية تاع التعليقات والدعم والرسائل اللي توصلني إما في اليوتيوب إما في الإنستغرام. يعطيكم الصحة، نخر شكرا من كل أعماق قلبي. هما لهكا في أمان.